ايه هلا انت حافظ القران مش كده؟ ثانية واحدة. طب سمعها كده الفاتحة. امين تأتي الله على مين الله. سمعها كده الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ازيك يا حاج هلا؟ عندك كام سنة؟ مش فاهم بقى شغال الفاتحة على حسابك. 175. عندك 105. اهلا وسهلا مشاهدين القاهره 24، معاكم انا ايهاب ابو ريا في منطقه حدائق الام. الصلاه صوم رمضان اجل ما تنصب عليا. زي ما حضراتكم شايفين معانا الحاج هاله. هاله من سكان حدائق القبه، دير الملاك، منطقه دير الملاك. زي ما حضراتكم شايفين، يعني احنا عشان برضو انا عارف ان المشهد غير لائق انها تطلع بالسيجاره، لكن هي عشان تفضل ساكتة ونقدر نصور معاها كان لازم نفسك في ايه؟ اللي انت بتحلمي بيه؟ هحلم بعد 175. الاحلام دي يا بابا مخلوقة. ربنا يديك الصحة. امين يا رب. اللي انت بتحلمي بيه؟ يعني انت دلوقتي انا عارف ان حياتك صعبة. انت نفسك حياتك تتغير صح؟ يا ريحية ما هيتغير لأي ثاني. الحمد لله أنا مسلمة وما حدا بيتغير. وبعدين؟ وعارفه هي مقوله الصلاه والقضيه. كل الله سبحانه وتعالى بعد الفتح عيد الله حوايج كبير. كل الناس كبير من الرب هلا من الرب ازاي كبيره. عيد الصغيرين. ومقوله سبحان رب العظيم في الاخوه. سبحان رب العالم. وبعد كده بنقول التحيات. سايبها لربنا. سايبه حياتك لربنا. ربنا اللي بيسرها. احكي لنا عن حياتك. احكي بقول لك انا ما بغيش ولا يعني زي ما حضراتكم شايفين. ها ابا بيجي لي مغرب رجالي. الله يخليك يا مسافر. قبل ما نيجي هنا للحاجة هالة كلمونا الناس هنا في حدائق القبة وحكوا لنا عن قصة هالة وقد ايه هي بتعاني. يعني كنا موجودين. ايه يا حاجة؟ ما بعملش حاجة الحمد لله. بتصرفي منين وبتاكلي منين؟ من عند ربنا. لا عند ربنا. بتعمل اكل على اوالح، على اوالح وتولع جوه في الشغل الاوضه عندها، يعني عند ربنا. الاوالح اللي هي بواقي الدرة. ايوه ايوه اللي بواقي الدرة. ما عندهاش حاجه تعمل عليها اي اكل ولا اي حاجه خالص. الاوضه اللي هي عايشه فيها نفس الكلام، غير ادميه تماما. بتتكلمي انجليزي؟ بيقولوا لنا هنا علي صوتك شويه. هنا الناس كلها بتحبك و وانا بحب موضوع جيراني من زمان الزمان. جيرانك من زمان الزمان. الناس بتقول هنا اللي انت حافظه القران وبتقري قران كتير. اقري كده قران ثاني. انا عايز وجهنا. معلش قول له اي واحده ثاني وخلاص. اي سوره ثاني وخلاص. اي ايه؟ اي ايه اللي انت عايزه تقوليها؟ الحمد لله حافظه كمان يا سيدي. ماشي. اقري اولها. يا سيدي لك من القران ذكر من المسلمين.
سادة المشاهدين اقرا الفاتحة ساعة المغارب. انا عارف مشهد السيجارة غير لائق وغير مناسب للظهور على الموقع او على صفحات السوشيال ميديا عموما، لكن دي حياة هالة، حياتها دايما عشان نقدر بس نسيطر عليها في الكلام ونقدر نتكلم عليها في الكلام. هي بتشرب سجاير كتير دايما، هي مش فاكرة عندها كم سنة او هي كانت ساكنة فين او عايشة. طب احكي لنا الناس بتسأل انت كنت عايشة فين وشغالة ايه وجوزك فين وعيالك فين؟ معايا ربنا. معاكي ربنا، كلنا معانا ربنا. عيالك فين؟ انا بخبط سافر. انفخ يلا يلا انفخ. وجوزك اتجوزتي من قد ايه؟ من زمان. I have a lot of people. بيت هو تعالي قومي يلا. لا انا بجرب كل مش قادره تقومي. عندك ايه؟ رجلك كانت متجبسه. الف سلام عليك. مين اللي كان داس على رجلك يا هالة؟ مين اللي وقعك على رجلك؟ مين اللي ضربك على رجلك؟ لا وقعت اتكسرتي. محمد ابنك فين؟ ليه بتشربي سجاير يا هلا؟ يعني انت ربنا يديك الصحة والعافية. لا مر منه. يعني انا بس مش عايز اضغط عليك اكتر من كده. بس انا عارف اني انا عندي دور جوايا القلب. لك عندي ضربات قلب. هي عندنا مزاد السكر ياخدوا الضغط. عندك السكر؟ انت ما عندكش حاجه يا لولا، انت قمر اهو يا لولا. انت عسل يا لولا. عايزه ايه يا هلا؟ ما كلنا بنظبط ربنا. اللي بيرحم رمضان ربنا عز وجل. اللي بيرضى عن العباد ربنا بتقول لك. ويرحم رمضان عز وجل ربنا. ما نفسكش في حاجه يا هلا؟ نفسك في ايه؟ نفسك تشوف محمد ابنك؟ ما انا بيتي ربنا ربنا. لا محبوس. ها؟ يا هلا نفسك تروحي له واخليهم يودوكي لابن محمد؟ ايه رايك؟ عايزه تشوفيه؟ عايزه تشوفي محمد؟ هو هيوديكي. انا هروح اصلا. طب هتروحي له فين؟ ما انتش مش عارفه هو فين. لا ما بعرفش. طب هو فين طيب؟ مرة كمان هنعيد ليكم المشهد اللي احنا شايفينه. المشهد اللي احنا شايفينه ست مسنة موجودة في حدائق القبة، هنقدر نقول بلا مأوى. انا قبل التصوير دخلت شفت الأوضة اللي هي قاعدة فيها، يعني مش قادر اوصف لكم، هي ما فيهاش اي حاجة مؤهلة للحياة. ايه؟ انت راضية بأي حاجة هلا؟ راضية بأي حاجة؟ على فكرة دي متعلمة، دي معاها شهادة عالية. كلميه بالفرنساوي يا لولا، ادي له حاجة فرنساوي كده ولا انجليزي. واتس يور نيم؟ قولي له يلا يا هلا حاجة بالانجليزي. ربنا يديك الصح. اديك طول عمر ليا وليك. اديك طول عمر ليا وليك. ادعي لك. يعني كل اللي اقدر اقوله لكم ان هاله هي راضيه بالحال اللي هي فيه، بس احنا كبشر وكمجتمع مصري بندور دايما عن الحالات اللي زي كده وبنساعدها.
بنحاول نلاقي لها المساعد ربنا. المساعد ربنا. المساعد ربنا. حد يساعدها. المساعد ربنا. اهي شوف. لا مش كده هي الفكرة. هي راضية. هي راضية بالحياة اللي هي فيها. احنا اللي مش راضيين. احنا اللي مش راضيين. هي راضية. هي راضية بعيشتها. هي بتقول لك ما حدش ياخدني من بيتي. هي كل ما تتكلم بنقول لها هالة الناس اللي عايزة توديكي دار رعاية، ايه رأيك؟ اللي بيرضى على عباد ربنا عز وجل. اللي بيرضى على عباد ربنا الله عز وجل. بالنسبة لمشهد السجارة احنا بنتأسف طبعا للمشهد ده، المشهد ده غير لائق انا عارف وغير ملائم للسادة المشاهدين، ولكن هو حاجة عشان ترضى يعني نقدر نسيطر عليها عشان نتصور. يعني احنا بنعتذر ليكم مرة تانية على المشهد الغير لائق، ولكن هي ده المشهد اللي هي عايشة فيه. لو مش هنعرض المشهد كامل يعني انا شفت وحسيت ان كان لازم نعرض المساء كاملة بدون اي ضغوطات على الضيفة. كل اللي عايزاه هالة مكان تعيش فيه، مكان مؤهل، ست مسنة كبيرة. كل اللي طالباه ان هي تعيش. انا ابنك طبيب مروه اخويا مروه بيجي ياخدنا انا اخويا بيجي. مين؟ اخويا. ارمي السيجاره بقى خلصت. الناس زعلانه اللي انت بتشربي سجاير. بتقول لك اخويا بيجي ياخدني بروح اعيش معاه بس انا بسيبه وبمشي. يا ليها لهم بالجبل. مش بتمشي. ما بمشيش زي ما بيجي هي بتيجي لوحدها. ارمي بقى السيجاره. كفايه سجاير. هو ده العصر ولا الدور يا هاني؟ عصر يعني. يعني هي عارفه كل حاجه بس احنا بنتكلم كام رقم؟ 4 ل 3 المشهد اللي هي عايشه فيه الطريقه اللي هي بتعاني منها. المغرب ولا العشاء؟ لا المغرب. المغرب ولا العشاء؟ طيب انا هسيب هالة في المكان اللي هي فيه ده، بس هخش افرجكم على المكان اللي هي عايشه فيه. احنا هنخش نوريكم المكان اللي هي عايشه فيه. سيبيها بقى انا في منطقه حدائق القبه. احنا هنا في منطقة دار الملاك. هي في مكان عايشة فيه، ولكن اوريكم المكان والمشهد اللي هي موجودة فيه. بقولك ايه، تعالى انت دايما بتجي لها هنا بتزورها. ده المكان اللي هي عايشة فيه. معاك موبايل تفتح لنا الكشاف. ده المكان اللي هي عايشة فيه يا جماعة، ودول الجيران، صوت الكلاب والقطط. انا مش قادر اخش، انا فعلا مش قادر اخش من صعوبة الريحة، من صعوبة المكان. مكان صعب جدا ان حد يدخله. يعني شايفين النور اللي هناك ده نور موبايل. حاول كده تورينا اي حاجة. ده المكان اللي عايشه فيه مشردة حدائق القبة هالة. دي التلاجة بتاعتها. لا حول ولا قوة. بص النور بتاعها. ده السرير اللي هي بتعيش فيه. والله ده المكان اللي هي عايشة فيه هالة، زي ما وريت لحضراتكم. دي الأوضة اللي هي عايشة فيها، وده صوت الجيران،
صوت الجيران، بعتذر طبعا للجيران الموجوده في المنطقه، لكن يعني قصدي كنايه عن صوت الكلاب والقطط اللي موجودين في المكان اللي عايشه فيه هاله. بعتذر للمشاهدين اولا ولسكان حدائق القبه، ولكن احنا يعني وصف للمكان اللي هي عايشه فيه. بعتذر عن المشهد غير لائق، السيجاره اللي كانت بتشربها هاله. وضحت لحضراتكم اللي احنا نقلنا الصوره كامله، حياتها، الناس اللي بتساعدها هنا في منطقه حدائق القبه. يعني ما حبيتش ان انا اشيل حاجه هي موجوده معاها. اه خدوا الثلاجه اهي يا هاله، خدنا الثلاجه يا هاله. لولا يا لولا، اخر حاجه انت عايزاها ايه؟ لما يجي فعلا، لما يجي اخويا بتقول. ماشي ماشي. الساده المشاهدين، كانت قصه هاله بطيط حدائق القبه موجوده في منطقه حدائق القبه في منطقه دير الملاك. كنا موجودين معاها لرصد حالتها الصحيه. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم متابعين القاهره 24. لا انت